عندما قال الحق سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة، وإنما قال ولا تستوي الحسنة ولا تستوي السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هنا موقف هام جدا، الحسنات درجات فعليك أن تأخذ بأعلاها، والسيئات درجات فعليك أن تجتنب أدناها. ولا تستوي الحسنات، الحسنات درجات فعباد الله يبحثون عن أعلى الحسنات. ولذا قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا هذه الأبواق الكذوبة التي تتحظى الكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت، يبيعون دينهم وأوطانهم بثمن بخس، لا يتقون الله. أي دين هذا وأي أخلاق هذه التي تبيح الكذب؟